إذا قربت وفاتي إيه عم بكتب مذكراتي. أنا واحدة كتير بستفيد من الخطأ يعني، فأنا ما بعتبره إنه هو غلط أو ما كان لازم شارك فيه، لازم نكون حقيقيين جدا، وأنا هلا دائما ضل عم بسعى لأن يكون حقيقية مع الجمهور. لا طول بالك، وين رحت أنت؟ النجمة العربية نادين خوري، أهلا وسهلا فيك معنا على السريع. حققتي شهرة كبيرة على نطاق عربي، اليوم بتنظري للشهرة على أنها نعمة أو نقمة؟ الشهرة نعمة جدا كتير كتير كبيرة، لأن هي بتمنحك محبة الناس، بتمنحك كل فرد بيعبر عن محبته بطريقته، ممكن الطريقة تكون شوي هيك متعبة، لكن هي محبة بالنهاية، ترجمتها هي محبة، فأنا بقدر كل الناس اللي بيحبونا وحتى الناس اللي إلهم مآخذ علينا يعني. بعرف بأنه التمثيل ما كان حلمك من طفولتك، يا ترى شو هي الاختصاصات الأخرى يلي فكرتي فيها بالطفولة؟ بالأول كنت أنا بحب أنه أكون مهندسة ديكور أو أدرس لغة عربية، أدب لغة عربية. شهدنا مؤخرا على خلاف بين النجمتين سلافة وخرجي وكريس بشار باعتبار من كبار ممثلي سوريا، شو هي رسالتك للطرفين؟ انتو فنانات كبار ونجمات كبار، منفتخر فيكم، بتمنى ما يكون في بيناتكم خلافات، دائما النجومية هي فيها تسامح، بعيدا عن الغيرة، بعيدا عن الحسد، بعيدا عن اي شيء تاني، لازم نحن يعني رسالة الفن كتير كبيرة، كتير انه لازم نكون متسامحين مع بعضنا. طيب يا ترى مين هو النجم المصري يلي بتطمحي بالتعاون معه؟ يعني انا ما بفكر بهذا الموضوع، انا بحب المفاجأة، يعني بحب انه ينطرح مفاجأة، بس ما بتحب أحلم. سيدة بجمال ورقي نادين خوري، هل ما زالت بتتلقى عروض للزواج من قبل المعجبين ولا لا؟ لا لا أكيد ما في هيك شيء، طبعا أكيد أصبحنا بعمر، طبعا إحنا أنا همي الوحيد هو أني حافظ على الطريق اللي سلكته، حافظ على ثقة الجمهور فيي، وقدر الإمكان أني نوع بالأدوار اللي ربما تعرض علي، لكن أكثر من هيك أبداً ما في هيك شيء أبداً. مين هي الشخصية التاريخية يلي بتطمح نادين خوري بأنها تأديها بالتلفزيون أو السينما؟ أنا عندي طموح متوالد من شخصية لأخرى، بس أنا بحب أتحدى حالي، بحب أتحدى أدواتي من شخصية لأخرى، لكن الشخصية الشريرة عندك مساحة أكبر تلعب فيها. شو هي النصيحة اللي بتقدمها نادين خوري لكل الفنانين الشباب لحتى تكون علاقتهم مع الجمهور ناجحة دائما؟ هو لازم نكون كتير حقيقيين مع الجمهور، الجمهور أبدا ما بيتكذب عليه، أبدا ما بيتمثل عليه الجمهور، لأنه الجمهور ذكي، ذكي جدا جدا. ختاما نادين خوري، أنت من مواليد برج الجوزاء، فشو هي أحلى ميزات هالبرج؟ يمكن المزاجية. تحية لكل المتابعين وياك، وإن شاء الله دائما بتشوفوا أعمال ولقاءات جميلة بتنسروا فيها وبتتحقق كل أحلامكم، وإن شاء الله الأيام القادمة بتحمل الأمل والتفاؤل والسلامة والصحة يا رب.